أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: من نفى صفة من صفات الله الثابتة في الكتاب والسنة هل يكفر بهذا النفي إذا كان عالماً غير جاهل؟ إذا كان متعمداً عالماً يكفر، أما إذا كان مقلداً أو متأولاً فإنه لا يكفر. إذا كان متأول مثل ما عليه الأشاعرة أو إنه مقلد لغيره فإنه لا يكفر، لكن يقال ضال، يضلل ولا يكفر. نعم. أما إذا تعمد، إذا تعمد جحد الصفة أو تأويل الصفة عن معناها يكفر، لأنه لا عذر له. نعم. العذر إنما يكون إما بجهل وإما بتأويل وإما بتقليد، أحد ثلاثة أمور: إما بجهل وإما بتأويل وإما بتقليد. نعم.